كابتن، قريت تصريحات كولر امبارح بعد الماتش؟ ايه رايك فيها؟ لا مش موفق فيها بصراحه. يعني انا كمدرب كبير وماسك فريق كبير، اعتقد كل الناس هتلعبها كده. يعني انا او 70% يعني، يعني مثلا لا 90% 80 يعني 90. انت مثلا مين اللي هاجمك؟ مثلا زمالك، بيراميدز، يعني مش كل الناس هتهاجمك يعني. كل واحد جايب لعيبه على حسب امكانياته انت واسلوب لعبه واسلوب يعني. لعبه. انا مثلا انا بلعب هجمه مرتده مثلا، هقعد طول السيزون احافظ لعبت على هجمه مرتده، ما تزعلش مني ان انا بدافع، ما تزعلش مني ان انا مثلا في الدقيقه 80 او فاضل مثلا 5 دقائق ومثلا بستهلك وقت مش بضيع وقت. في فرق بين ان انا استهلك وقت وضيع وقت. استهلك وقت بالكوره يعني، بستهلك اعمل استحواذ سلبي مثلا، مش هروح لك مثلا يعني. لكن مش همثل ان انا مصاب ولا الكلام ده. فكل الناس كل فرقه هتلعبك كده، فانت لازم تخلق نفسك حلول، اخلق نفسك دوافع، اشتغل مع لعيبتك ازاي انا يبقى عندي حل واثنين وثلاثه اللي انا اعرف اجيب جون بدري، ما اوصلش كل ما الفرق كبيره بتعدي في الوقت انا بعلك خصم، الموضوع قرب، التارجت بتاع اللي انا عايز اوصل له قرب. فانت لو انت بتشتكي ماتش امبارح، انت اعتقد بالتصريحات دي انت هتشتكي كتير طول السيزون يعني. صحيح طبعا، بس هو اتكلم في نقطه صح بصراحه، نقطه تضييع الوقت يعني. يعني نقطه من 3 4 نقط يعني. انا وبرضه في لعيبه يعني بتضيع وقت زياده عن اللزوم قوي يعني. يعني بس ده غير الاول، ده احنا برضه يعني نحمد ربنا كان الاول الموضوع تجيب جون مثلا في اول 4-5 دقايق خلاص، ما تلعبش ثلث ساعه في الجيم. لا يعني احنا والله كمقاولين عرب احنا بنشتكي مع الحكام على طول يعني. مثلا في فرق، في زي ما انت قلت عالمي مثلا، اللي فيه ولاد اتربوا كده، اللي انت طول ما انت مثلا بتلعب بره فمتعادل مش كسبان، فانت اوريدي واخد نقطه فانت كويس، ضيع وقت بقى ما تلعبش. الكره بتتلعب ضربه المرمى في نص دقيقه، فاول تلعب في نص دقيقه، والاوت فتلاقي انت التوتال المباراه 60 70 دقيقه مش 90 خالص يعني. صحيح يعني. والحته انا نفسي نطبق في مصر حته الموضوع اللي اتعمل في كاس العالم، ان وقت ضايع بقى انت بتضيع وقت. طب وقت ضايع 10 دقايق؟ لا ده هنا في مصر هتلاقي وقت ضايع ثلث ساعه، فدي كارثه يعني. لا ما ساعتها اللعيبه هتبطل يعني. انت لو انت حسبت بقى الكوره بتطلع بقى بره قد ايه، والكوره ضربه مرمى قد ايه، والتغييرات والاصابات والكلام ده، ممكن تخش في ثلث ساعه. اعتقد ان انت يعني ككوتش اهلي مع احترامي للدوري، انت طبعا انت داخل على 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 خناقه تانية اسمها كاس عالم انديه. انت يمكن لو بصينا في الحته دي، ما انت رايح ل يعني، اعتقد النادي الاهلي لازم يغير الاستراتيجيه بتاعته من لعيبه بقى. انت عايز تجيب لعيبه تانية، انت عايز تقوي نفسك. سهل تجيب لعيبه في النادي بسهوله يعني. انا سمعتك طبعا ومتابعك والكلام ده، لكن انا بتكلم ان انا ممكن مثلا لعيب مبقاش مؤثر في نادي ممكن يبقى ياثر انا معايا. يفرق معايا كنادي تاني. لكن في الانديه الكبيره يعني، مركز الافراق الاهلي محتاج يدعم فيها قبل كاس عالم يعني. باصابه مثلا اكرم يعني، بتمنى له الشفاء يا رب يرجع اقوى من الاول. باك رايت مثلا فيرود صريح يعني، من ال باك ليفت مع علي معلول لازم يعني. في حاجات كده يعني. انا مش عارف النادي الاهلي مثلا بيمشي اشرف ليه مثلا اللي راح سيراميكا، انت ما عندكش حد يعني، فلازم يبقى حد تحت علي معلول. عايز مثلا فيروز صريح، ما جابتش فيروز صريح. فاعتقد يعني الاختيار لازم يبقى من الاول، انت وعايز واحد اثنين ثلاثة في ثلاثة أربعة بوزيشن لازم تبقى عينك عليهم من البداية. فأنا ما أعرفش الكلام ده بيحصلش ليه مع الأندية الكبيرة بالذات يعني، أهلي وزمالك ويعني معاهم كل الإمكانيات، لكن في نواقص برضه ما أعرفش ليه، مش فاهم لحد دلوقتي يعني. وإيه رأيك في الزمالك وصفقات صفقات الزمالك، ولا 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 لسه برضه يعني؟ الزمالك ممكن يكون اللعيبة اللي جابها يمكن يعني سكن اكتر شويه من الاهلي، لكن انا برضو ما لسه ما شفتش سامسونج الفيرود يعني، لسه ما برضو ما ظهرش قدامي يعني. الحته اللي هي ناحيه اليمين مثلا لسه عمر جابر ما علمش معايا يعني. طبعا عمر جابر لعيب كبير وليه تاريخ، لكن ما كان انا بحسن من ساعه رجوعه لسه ما علمش معايا يعني. طب وايه السبب رايك يعني؟ يعني عمر لا محتاج ان هو يتاقلم على النادي، لان هو راجل ابن النادي طبعا، وراجل عنده خبرات كبيره ولعب بفانيله الزمالك فتره طويله.
ايه السبب؟ هل هي ازمه ثقه ولا يعني ولا انا اعتقد اللي هي برضو عمر لسه ما لقاش نفسه زي ما كان ساب النادي. ما اعرفش عمر يعني مش عايز اقول سن عمر لسه 30 سنه مثلا يعني لسه ما راحش ال 35 عشان اقول السن، لكن لا هو ما شاء الله عليه فت يعني فت يعني لكن لسه مش لاقي، تحس ان هي انت عارف بلغه الكوره هربانه منه لسه يعني. لسه ما عندوش الثقه اللي هو يعمل احسن حاجه عنده. فبتلاقيه بيلعب السهل. فانت علامة لو لعبت السهل انت مش مميز. اي حد يعني انا مثلا عشان خايف من حاجه فالكوره هتجيلي فما اقرب حاجه بصيها لميدو. انا ما عملتش حاجه، ممكن اي حد يعمل الكلام ده. فانت عمر انت لعيب كبير ولعيب دولي، ما تخافش اعمل وهتتقطع عشان يبقى ليك بصمه، عشان ما هو مش كل مرة انت هتعمل الوحش او مش كل مرة انت هتعمل غلط، في مرتين ثلاثة انت هتروح وتفرق مع فرقتك. لكن انت طول ما انت خايف فبتلعب اللي جنبك وتلعب السهل انت مش مميز في حاجة، فهتفضل كده لغاية اخر السيزون مش مفيش بصمة راندم فلات يعني. بس بالظبط كده كابتن. يعني اتكلمت عن دخول شيكابالا اللي غير شكل الزمالك طبعا. رأيك كيف في الدور اللي بيقدمه؟ انا كل ما ابص كده والله يا ميدو ابص الاقي التغيير بالشيكابالا والحمد لله. الاقي حد تاني يعني مثلا السيسي ولا ما مش بقلل منهم، لكن انا عامل حساب احنا كجهاز عاملين حساب لشيكا لان هو عارف اللي هو بيخلق الفارق. فاول ما وصلت مثلا يعني وشيكا نازل يعني وقفنا بقى. انت مثلا يعني انت لو بصيت على جوزيف هتلاقيه مثلا هو مركز قوي مع شيكا اللي هو برضه احنا محافظينه. شيكا مثلا بيخش لجوه ازاي بيشوط ازاي، فهتلاقي مثلا اول ما شيكا حاول يخش لجوه يشوط هتلاقي فيه خرسانه موجوده يعني.